استحسان كبير وسط سكان مدينة العلمة ولاية سطيف بعد استلامهم للمدرسة الذكية المنجزة من طرف عائلة محسنة، اتفقت على صدقة جارية وتسميتها على اسم المرحوم، كما لم تبخل في تجهيزها إلا بمواد عالية الجودة. Je suis content que mes oncles ont pu construire cette école avec l'argent acquis de mon grand-père, de leur père, et j'espère faire pareil à l'avenir avec l'argent de mon père et ان شاء الله الكل دور و المدرسه هذه زادوا يعني هذا شرف للمرحوم، زادوا عطاوها الاسم تاع المرحوم. احنا مسرورين جدا بهذه المبادره. رونيه صدقه والخير يعني سهل فيها رب العالمين بارك فيها، ممكن انسان يعني ما على باليش يقدر يقوم بشغل في منزل تاعو باش يعاود ياثث ولا يعاود يواسي، ممكن يستغرق له شغل اكثر من سنه ولا. احنا الحمد لله يعني من بداية الأشغال حتى التسليم تاعها اليوم إن شاء الله استغرقت ما بها تقريبا 18 شهر. فأقسام المدرسة 19 بسعة 1600 تلميذ مقسوم على نظام دوامين بمرافقها الإدارية والبيداغوجية الذكية، من شأنها أن ترفع من درجة التحصيل العلمي. في كل حجرة كاين وسيلة الاتصال للمعلم بالإدارة إن كانت هناك وسائل ناقصة أو ما تدخل من أي نوع كان، على الأستاذ أن يتصل من قسمه بالإدارة. وتلاحظون أيضا على مستوى مرفق اللي هو سانيتار شيد بأحسن طريقة، والذي لا يوجد في كثير من المساكن الخاصة. وأنت تتأمل في هذه التحفة المعمارية التي يجهل رقم قيمتها المالية، تسلم بكل أمانة باسم الإحسان إلى جيل ينتظر منه أن يحتذي حذو من علموه الكرم والجود.